القدم، 40 طائرة وبواخر وباصات وتسهيلات وكل شيء وفر لهذا المنتخب. وبالتأكيد أحيانا بعض المنتخبات لا تجد حتى ربما جائزة أفضل حارس لنور صبري اللي ما يأيده طبعا أبو فهد، زعلان يمكن من هذا الاختيار. هذه الجائزة الأولى التي ذهبت مثل ما قال عبد الرحمن رومي، هذه 1-0 عليك أبو فهد. أنا ما أيد حتى الآن ما أيد. طيب نشوف جائزة أفضل لاعب مين، ما أعرف صراحة حتى الآن. مؤكد على مسؤوليتي يعني. إذا ما صار هو طيب أبو فهد يعني أنا مسؤول. تعتذر التحليل. لا لا ما راح لكن أنا مسؤول لأنه أكيد إنهم عيون وناس تفهم كورة. فارق عن الجميع أبو صحيح. فهد. يعني الحقيقة في فرق ما من لاعب أوصلك للنهاية مناصفة مع ترى. مناصفة مع عبد الهادي خميس، اليوم عبد الهادي خميس مسجل 3 أهداف لكن يمكن ما فيها ركلة. نعم عبد الهادي ما فيها ضربة جزاء. عبد الهادي خميس مسجل اليوم ضربة جزاء. نعم عشان كذا أحمد خليل هو الهداف وهو يستحق بلا شك. فريق أبو تركي كل الأرقام سجلها، أفضل لاعب حتشوفه من عندهم 100%، محقق البطولة ولا خسارة في ما اعرف في حتى في البطوله. ما اعرف الشباب متابعين اذا جاء افضل لاعب هذه لا لا مناصفه مناصفه عبد الهادي مناصفه لان شفت يونس محمود ايضا شفت يونس محمود استلم جائزه ما اعرف ايش هي. لكن سجل 3 يونس اليوم هدف. طيب. وفي في البحرين هدف. جائزه يونس ايش تابعتوها يا شباب؟ طيب ما كانت واضحه بالنسبه لنا. بانتظار جائزه افضل لاعب او تسليم ال عمر ايوه عمر عبد الرحمن. إذن هو أفضل لاعب في البطولة، اللاعب الإماراتي الشاب الموهوب ساحر الخليج كما سمى عادل البطي، وهو أحد من ترعرع في السعودية. وبالتأكيد يبدو أنه وجد مكانه في المنتخب الإماراتي، لم يجده لدينا في السعودية فوجده في الإمارات، وجد الحفاوة والتقدير، وجد الاهتمام واستحق ما وصل إليه. أفضل لاعب في خليجي 21 وربما هي البداية فقط لهذا اللاعب الشاب الصغير الموهوب. أبو فهد مثل ما توقعت. والله يا أبو تركي أنا يعني مو بتوقع لي، أعتقد الكل متوقع. الكل يجمع عليه لاعب الحقيقة مميز، سجل عامل فارق مع الفريق يصنع على فكرة. نعم سجل في اول في الافتتاح وسجل في المباراة النهائية. نعم لا هدف اليوم حقيقة حتى هدف في مباراة الافتتاح كرة ثابتة. نعم. لا مهارة. هذه مهارة فردية برضو. صحيح. اذا جوائز الافضلية تسلمونها من صاحب السمو الامير صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين، وبالتأكيد هو اهتمام ايضا يحسب المركز الثالث للكويت هذه البطولة. المركز الثالث للكويت، بدر مطوع قائد المنتخب يتسلم ميداليات المركز الثالث. نتيجة كبيرة أبو تركي اليوم كانت حقيقة نتيجة غريبة صح؟ عريضة غريبة على المضيفة ب6 أهداف أعتقد، حتى وإن كان الحارس طرد في بداية الشوط الثاني لكن ما يمكن يعني ينطبق عليهم الشعب اللي يقول يا غنات الذيب يا فقرة يعني يا يطلع. نعم. لعبوا بالبدلاء ما عاد تفرق يعني معه في النهاية هم يعني. هذه جوائز المركز الثالث حتى الآن بانتظار المركز الثاني ثم الأول التتويج. اليوم الحكم خليل جلال لاحظنا أنه كان في نوع من الاعتراض، ما أعرف حقيقة. خليل جلال هو طاقم تحكيم سعودي وهو الحضور السعودي، أعتقد أنه كان نجم في المباراة ما في أخطاء. خليل جلال يعني أنقذنا مرتين في كأس العالم 2010 تواجد يعني كسعودي والحين يتواجد أيضا كسعودي. في شيء شاهدت؟ بالعكس والله من نجوم المباراة بدون مجاملة. بدون مجاملة بكل حياد أبو فهد. نعم أنا وافق كل الطاقم كان عنده مشكلة من المتقدم من المتأخر الفاولات الفاول مش أنا رأيي إنه الكابتن خليل اليوم يعني مميز وشرف الكرة السعودية. كان غريب الانفعال يعني كان انفعال أنا توقعت في شيء إحنا ما انتبهنا. والله أنا يعني حتى هو انفعال شال فنيلة ما أعرف من هو اللاعب صراحة، إنه شال يمكن يكون أحمد إبراهيم، ما ودي أقول اسم لاعب يكون مو هو يعني شيء إلا أحمد إبراهيم. أنا شايف أحمد حاول يتهجم الحكم المباراة ما بدون مبرر الحقيقة، ما شفنا أخطاء فيها. حتشوف المحللين التحكيميين في القنوات الفضائية حتشوف إشاءات أنا متأكد
كان ويجب ان يكون فيها قرار، ترى مو مشكله يعني لجنه انضباط تجتمع والايقاف من المباراه من البطوله القادمه. اشياء كثيره ابو فهد اليوم لازم يصير فيها قرار، ولو ان الصور ما طلعت بس احنا ما راح نتكلم فيها طبعا لانه كان يعني اتمنى انه يعني يمدون عن لجنه تنظيميه واشياء كثيره مميزين. صحيح. لكن من ناحيه فارق المباريات اللي هو الاهداف انا ما ايدها، ما ايد حكايه مباراه ثالث ورابع حتى لو رغبت شركه راعيه او غيرها، يعني احيانا الفريق يصير محبط يعني. صح اليوم شفنا مباراه طيب. مفتون اسمح لي نروح لبدر رافع. بدر تفضل. شكرا عادل. علي الصيف الحارس المميز من خلال هذه البطوله، نقول لكم الف مبروك، اللقب الثاني تستحقون بكل تاكيد، افراح كبيره اليوم في مملكه البحرين. اول شيء اقول الحمد لله رب العالمين، احب اهدي هالفوز هذا لشيوخنا لحكامنا لجمهورنا الوفي، احب اشكر الجمهور اللي حضر عبر البر وعبر الجو والحمد لله قدرنا نهديهم الفوز، واحب اشكر كل من ساند المنتخب من القنوات. بس احنا اللي زعلنا ان احنا كلنا خليجيين وكلنا اخوان، في قنوات اساءوا للعيبتنا وهذه يعني بحال ذات يعني حرام، بس الحمد لله اثبتنا للناس ان احنا مش ان نتكلم برا على الملعب، الحمد لله احنا اثبتنا للناس ان احنا ابطال. واحب ابارك وخاصه كاميرتكم اللي مو مقصره السعوديه الرياضيه ظني، وما تقصروا مشكورين. السؤال الثاني لك بشكل فني، يعني الشوط الثاني بعد التغييرات مهدي علي في ناس تخوفت خاصه بعد احراز هدف العراق، يعني استنفذ تغييراته وكان باقي نص ساعه، كنتم متخوفين انتم داخل الملعب؟ والله العظيم اول شيء اشكر الكابتن مهدي والثقه اللي عنده، واحب اشكر مسماي مهندس حق شو مهندس يعني يخترع اشياء مش طبيعيه، والحمد لله قدرنا احنا وسلمس. شكرا لعلي خصيف حارس المنتخب الاماراتي. نتحول مباشره للزميل عادل زراني. عادل تفضل. شكرا لك بدر، شكرا لضيفك الكريم. الصوره الان لولي عهد البحرين وحديث مع مدرب العراق، بالتاكيد ما يهمنا كخريجين اليوم ان اصحاب الحضور التدريبي للمتنافسين على البطولة كلهم مدربين وطنيين عراقي وإماراتي يقودون منتخباتهم بكل كفاءة واقتدار. هذا المدرب العراقي بالتأكيد يستحق الشكر والتقدير ويستحق التحية أيضا من جماهيره. أعيد وأكرر بأن جماهير العراق صفقت لمنتخبها مثل ما صفقت الجماهير الإماراتية لمنتخبها، وهذا دليل حضارة، هذا جمهور متحضر لأنه شاهد منتخبه يلعب بكل جد، لكن المهم أن يلعب بكل جد وبكل حيوية. أبو فهد، كنا نتحدث عن المنتخب العراقي الذي عاد، لم نتوقع أن يعود بهذه الطريقة بهذا الحضور الهجومي، ما قلت ان المنتخب العراقي يلعب بهجوم. غير انا يعني عشان كذا غير نظرتك لل حكي. لا المدرب حكي، انا في رايي انه في الافضل مدرب، انا قلت انه بيكون تحت الاختبار اذا ما سجل في مرمى. اليوم الحقيقي في مباراه البحرين ما كان جيد، لكن اليوم غير عناصر، غير طريقه، تغير اسلوب منتخب العراق، بصدق كان عنده لاعبين يبدو ان الوقت ضيق اللي استلم فيه المنتخب، ما قدر يوظف الحاله الهجوميه بالشكل المناسب، لكن بصدق في عناصر مميزه في منتخب العراق على مستوى العناصر، هم قدموا من افضل الفرق ان لم يكن افضلهم الامارات والعراق. نجم الدفاع كان العراق، نجم الحاله الهجوميه هو الامارات. الكابتن مهدي علي انا متابع من فتره طويله، مدرب مميز الى ابعد درجه، قد يكون اليوم في التدخلات ما كانت مناسبه، لكن لا يعيب هذا المدرب، مدربين اجانب يخطئون في العشر مباريات 8-7 ولا احد يقول شيء، لكن الكابتن مهدي انا اعتقد يكفي انه فاز، يعني ما يقبل اي انتقاد الان ما دام المساله فوز، لكن احنا نقراها فنيا بعيدا عن التشجيع والاشياء هذه. اسماعيل مطر وهو اللاعب التاريخي بالتأكيد. والله انا فرحت عشان اسماعيل لان نزوله كان نزل وسجل هدف منتخب العراق مباشره، شعرت انه يبذل جهد مضاعف عشان الامارات ترجع للمباراه، الرجل في روح عاليه، ما قال لي انا النجم الامارات الاول، وفي اكثر البطوله كان لاعب احتياطي، خاصه ابو فهد انه في بدايه نزوله صحيح اول على طول من اول ما نزل ويقبل هدف المنتخب الاماراتي بلا شك انها تأثر على أي لاعب مهما كان، لكن العكس احنا شفناه قدم الأشواط الإضافية ومستوى أكثر من جيد وصنع فرصتين الحقيقة، حتى الهدف كان له نسبة لما لعب العامل نسبة تحضير على الكورة، تحضير على الكورة استحواذه والتمرير، يعني أنا أعتقد أن إسماعيل كان يعني
الواحد يفرح علشان لاعب زي هذا. نعم. ما تأثر انه ما سوى، بالعكس كان بعد كل مباراة شفناه في دور الأربعة كيف. نعم. كانت حالة أشياء شاهدنا كثيرة. ايضا كيف يتعامل مع اللاعب الشاب عمر عبد الرحمن، ما اعرف الكاميرا جابتها ولا لا، ما اعرف والله، هي ظهرت في الشاشة، لكن نقولها للمشاهدين انه بعد الهجمة الخطيرة في الدقائق الأخيرة كانت امام المنتخب الإماراتي، حارس الإمارات يعني وبخ عمر، يعني ما استخدم وبخ، لا هو لعب الكره عمر بكعبه، اي هو كان في استعراض من عمر عبد الرحمن، ارتدت الكره وراحت للمرمى خطيره. علي خصيف حارس المرمى ترك الباب كاملا واتجه الى منتصف الملعب علشان يوبخ اللاعب. بعد ذلك احتضن طبعا اسماعيل مطر جرى لل وجلس معه يعني دقيقه كامله، هو يعني احتضنه ويقبل راسه حتى يعني يعيده الى الاجواء ولا يعني يجعله يتاثر من هذا الموضوع. شوف الملاحظ ابو تركي ان المنتخب الاماراتي يلعب بروح واحده باسره واحده، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، اللاعبين، عكس بعض المنتخبات الحقيقه اللي انت سمعت مطر كانت فيه. لا تقول بعض ابو تركي، روح على طول يعني عكس المنتخب السعودي، انا اتكلم تحديدا كسعودي، ما شفنا الحقيقه يعني في اكثر من حادثه، وحادثه الكابتنيه اكبر دليل على ذلك. احنا شفنا روح واحده، اسره واحده، تعامل واحد، الكل مع بعض، الجهاز الاداري، اللجنه الفنيه، عدنان الطرياني يتكلم، الجهاز الاداري، يا اخي رؤساء الانديه، قلنا الشيخ عبد الله الهيان رئيس نادي العين جاي يحضر المباراه ويازر، والكثير اكيد من رؤساء الانديه. فانا اعتقد انه كان في الحقيقه روح واحده في المنتخب الاماراتي. الان جنب ولي العهد، هو ولي العهد يوسف ستار رئيس الاتحاد، من قبله محمد خلفان الرميفي هو من زرع، يعني العمل يعني يبدا من حيث انتهى اللي قبله. نعم. يعني كان العمل الحقيقه تراكمي، ولا حد قال يعني كان فيه ايثار انكار الذات، الكل يشيد باللي قبله، يعني ما كانت فيه انه انا اهدم للي او ما ابني، البناء كان هو الموجود بالحق زي ما قلنا. المنتخب هذا هو كان منتخب الشاب اللي حقق اسيا، اللي راح للاولمبياد، اللي شارك في فعاليه بكاس العالم في مصر، كلها هذا هو المنتخب على فكره. نعم. العمود الفقري او خلينا نقول جل اللاعبين 80% او 90% من اللاعبين هم نفس اللاعبين اللي تاسسوا مع نفس المدرب الوطني. انا عشان كذا اقول المدرب الوطني، ليس كل المدربين مميزين وليس كلهم. نعم. عادي. اذا كاس البطوله الخليجيه 21 في البحرين يسلمها ولي عهد البحرين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد لقائد المنتخب الإماراتي إسماعيل مطر، وهو ربما أحد اللاعبين المخضرمين التاريخيين في الإمارات. ألف مبروك للمنتخب الإماراتي، ألف مبروك لجماهير الإمارات الراقية والممتعة. هو يمكن من القليلين في لعب المنتخب الإماراتي اللي يرفع للمرة الثانية. نعم. رفع ما في غيره. هو الوحيد. هو الوحيد اللي تقريبا رفع حتى في الإمارات. نعم. وكان هداف البطولة ونجم البطولة. أحسن لاعب. أفضل لاعب. نعم. بالتأكيد هذه البطولة تحسب لكل من عمل. نقول ألف مبروك، يعني ما أجمل بطولة الخليج أن يحملها مدرب وطني بمنتخب شاب. هو تركي قلنا وطنيين، وحتى في مجموعة لاعبين سابقين، عبد الله سلطان، موسى عباس، عدنان الطرياني، فريق عمل مساند، ليس شريك مع مهدي علي لكنه مساند له، مساند في التخطيط والعمل الاستراتيجي للمنتخب، وكلهم وطنيين. نعم. يعني أنا أقول اختاروا الوطنيين المميزين. الحالة الإعلامية أيضا. نعم. كان مع الفريق على فكرة. لزملائنا حقيقة، أتصور أنها كانت حالة يعني فيها نوع من الدعم، وحتى يعني نقدر نقول الاتحاد، يعني اختفت المنافسة فيما بينهم، ويعني توجهوا كلهم لدعم المنتخب، وهنا ايضا فعاليات اخرى احتفالا بالفريق البطل. رفعات ابو فهد تكلم عن الحاله الاعلاميه اللي حقيقه اليوم، والصوره بالتاكيد الان توضح ايضا مزيد من الاحتفالات والفعاليات المصاحبه لهذا النهائي بحضور ولي عهد البحرين صاحب السمو الملكي الأمير حمد سلمان بن حمد ولي عهد البحرين. ألف مبروك كأس البطولة أبو فهد. يعني أتصور أبو فهد لو كان عندنا مثلا، خلنا نتكلم بوضوح، يعني إعلام ضد إعلام في الإمارات، كان لقينا أحد يتكلم مثلا عن عمر عبد الرحمن مثلا ويهمز ويلمز حول بعض المواضيع، وفلان يتكلم على اسماعيل مطر انه ليش يلعب هو
كبير في السن وما يفيد الفريق وفي مجاملة وفلان يتكلم على يعني حيقولهم أكثر. هذا الكلام لم أسمعه في الإعلام اللي وراء الفريق. وأنا أشارك لم أسمع كلمة واحدة تقلل من قيمة المنتخب الإماراتي أو غيره. كان في اتحاد ومؤازرة ما قلنا بس صراحة في أي إعلام كان كل شيء مفتوح ما عدا الإساءة للمنتخب أو أحد لاعبين منتخب الإماراتي. حتى في حالة الخطأ إحنا لو بينا أول مباراة لعبوا بشكل ممتاز، ثاني مباراة ثالث مباراة كان الفريق يفوز لكن أعطاءه أقل، لكن مش من انتقاد، كان في دعم مؤازرة تحليل لبعض الجوانب لكنها كانت تحليل محب موضوعي، يعني ما كان فيه الانتقاص من قيمة أي لاعب، حتى اللاعبين اللي يطلعون من القائمة أو اللاعب اللي يخرج من التشكيل. إسماعيل حمادي خرج في إحدى المباريات في الشوط الأول وكان مستاء، ما سمعنا كلمة إساءة، ما سمعنا إنه هذا فيه تشكيك في وطنية أو غيرة أو أي شيء من هذا القبيل، كان ولكن سمعنا مجاملة لإسماعيل مطر نزل في الشوط الأول بدأ كل هذه الأمور انتبهت. لكن حتى كابتن الفريق شوفوا مع الفريق في دور أربعة وهو لا يشارك، جهاز إداري دعم غير عادي حقيقة. حتى أنا كنت أقول لصديقي إماراتي أنا أخاف عليكم من إيش؟ التواجد المكثف، لكن يبدو أن التواجد هذا كله دعم وكله رفع حالة معنوية. يؤثر هذا الحضور تأثيرا سلبيا على وفي فرق بين الدعم وبين الاحتفال المبكر، احيانا تحتفل بالبطوله قبل ان تلعب المباراه اصلا في رفع معنويات. نعم. يمكن في منتخبات وثقه في منتخب بصدق. نعم. هم واثقين في المنتخب. طيب في منتخبات ابو تركي تخسر قبل ان تلعب، وانا ما راح اصير زيك، انا بروح مباشر بتعدى الجسر وبروح للسعوديه، تخسر قبل ان تلعب، يعني قبل ما يلعب المباراه هو داخل وهو مهزوم. انا اتكلم عن فنيا يا ابو تركي، انت فاهم إنسان تشوف المباريات وتعرف المباريات وتقرأ المباريات. الحقيقة الفريق ما يقدم لا من الناحية الدفاعية ولا من الناحية الهجومية. أحياناً بعض المنتخبات، وأضرب لكم منتخب العراق رغم أنه لا يقارن بعض المنتخبات لكن على الأقل منظم، أتكلم عن ناحية دفاعية. المنتخب السعودي للأسف فاقد الهوية بشرطي، لا من الناحية الدفاعية لا من الناحية الهجومية، ما في أي هوية داخل الملعب للسيد ريكار. فأعتقد انه ما راح تقدم اي كوره، بالتالي اعتقد انك محق تماما من قبل المباراه. والدليل شوف مباراه السعوديه والكويت، رغم الجماهيريه الموجوده لدى السعوديين لكنهم ما حضروا بشكل مكثف، انهم الحقيقه فاقدين الثقه. لا والله الجمهور مش فاقد، الجمهور حتى هو يفقد ابو تركي والله حضر. حضر لكن نتكلم عن اللي في الملعب، اللي داخل هو مهزوم قبل ما يلعب، هذه مشكله حقيقه. انا ابو تركي اذا استطعنا ان نقضي عليها اعتقد اننا سنتجه الى الامام. انا هذه المره بصدق لا احمل اللاعب. في ناس يقول لك هم جوا الملعب وروح، لكن انا هو هذا الكلام صح. نعم، من يوظف، من يضع التشكيله، من يوظف المجموعه، العناصر، كل هذه الامور. انا الحقيقه يعني لأول مرة أقول لكم أن المدرب يتحمل ما بظن الجزء الأكبر إلا يتحمل مسؤولية كاملة، لأنه هو من يختار التشكيلة ومن يضع العناصر ومن وضع الثقة في المدرب. أي هو المدرب اللي وضع عموما، لكن إحنا في مرات سابقة لا أنا أقول من وضع الثقة في المدرب بعد في استمراريته إلى 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 الآن سنة ونص بدون أي نتائج. نعم. المدرب بصمته كارمينيو مدرب النصر خلال شهر أو شهرين وضحت بصمة المدرب مع الفريق النصراوي وغيره. لكن بصمة المدرب ما يعمل، هو المدرب ما كان يعني بصراحة يشعر إما أنه لا يرغب في العمل إما أنه يشعر بالفوقية، أشياء كثيرة. أنا مرة قلت المدرب جاي يتسلى، واحد قال لي يتسلى في السعودية يعني ممكن يسوي يعني يتسلى بالفلوس على الأقل يعني. لكن عموما ختام مميز نشاهد، احنا طلعنا من موضوع النهائي. نعم. يستحقون والله المنتخب ذابحنا والله، لكن في كل ما نشاهد فرحة لأحد المنتخبات بالتأكيد نتذكر منتخبنا اللي ما كان يغيب حتى عن المستوى النهائيات. كم مرة آخر ثلاثة أو أربع بطولات وصلنا النهائي؟ الخليج. الخليج. الأخيرة في اليمن وفي عمان. اليمن وعمان كلها نوصل. نعم وصلنا للنهائي، فحتى وإحنا يعني نغيب عن مستوانا الخليج ما نروح عنها بعيد، على الأقل نصل للنهائي. أبو تركي وإحنا جايين للملعب كنا نقول يعني بحرقة، إحنا جايين كأننا ضيوف. صحيح. للأسف. كنا نتمنى يعني. هذه هي المرونة. كنا نتمنى إن إحنا موجودين. اليوم تذكرت دموع الشلهوب في نهائي في اليمن. الله الله. وهي المرة الأولى اللي الواحد يعني يشوف فيها أحد يبكي وهو يعرف إنه ما يتضاهر بصراحة. أبداً. كان واضح إنه يعني خسرنا في الوقت الإضافي بالمناسبة. وهذه الروح اللي نحتاجها، نحتاج الواحد لما يخسر يشعر بيه. والمنتخب الثاني ما كان منتخب الرأي. نعم. الأساسي. ما كان. ما كان اللاعب فيه كثير من الأسماء ما كانت موجودة.